قصاص البطالة. وعليه فإن التعاون مع أشقائنا وإخوتنا في تونس يندرج في إطار تبادل الخبرات وتطويرها في كافة المجالات المرتبطة مثل النقل، الثقافة، التجارة وغيرها من مختلف المجالات الاجتماعية والعلمية وكذلك الدينية. وعليه فقد حضرت وفقا لبنود الاتفاقية الجديدة التي نعتزم التوقيع عليها معا إن شاء الله، وكذا لما تم الاتفاق عليه على هامش الذكرى على الهامش الانعقاد الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة العملية السياحة التي ذكرها أخي وصديقي وزير السياحة معالي الوزير.